مرحبا بكم متتبعي مسلسل تل أرياح، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 102 مترجمة للعربية. وبعدما كان خليل نائم واستفاق على بكاء زينب وهي واقعة على الأرض، ذهب إلى جانبها وكان يظن أنها علمت ما قاله لها والاعتراف بالانتقام. ثم بعد ذلك كانت زينب تبكي وكانت تقول له: قلت لك اذهب. قال لها: اسمعيني يا زينب. كانت هي تقوم بصده وقالت له: قلت لك اذهب. كان خليل مرعوب ويقول لها: زينب اهدئي، سوف أشرح لك كل شيء، أعلم أن هذا لا يعوض عن أي شيء فعلته، لكنني آسف، أنا آسف جدا يا زينب. ثم قالت له شيء سيء جدا وكانت تضع يدها عليه، ثم قالت له: لقد كان ذلك واقعيا، كنت خائفة جدا. ثم قال لها خليل: انظري إلي، هل شاهدت كابوس؟ وقالت له زينب: ولكن أنت لماذا لم تذهب؟ لماذا لم تتركني تحت الأنقاض؟ ولكن أنت أنقذتني. وعانقته بعد ذلك وقالت له: أنت أنقذتني. وكانت تبكي وقال لها: حسنا، انظري يا زينب، لا بأس، أنا معك. انتهى. دخلت الدكتورة لكي تعطيها مهدئ، ثم قال لها: حسنا، لحظة. وحملها بين ذراعيه ووضعها على السرير وكان ذاهب، وأمسكت بيده وقالت له: لا تتركني، أرجوك لا تتركني. قال لها: أنا هنا، لن أتركك، لا، فقط دعي الدكتورة تقوم بعملها. وكانوا يحسبون النجوم حتى بدأت تغفو، وقال لها بعد ذلك بداخله: نامي يا ملاكي الجميلة. وقال بعدها: أنت لا تستحقي أيا منا. وبعد ذلك دخل خليل للحمام وكان غاضب جدا من نفسه ويقول: كيف فعلت ذلك بها؟ وكيف فعلت ذلك يا خليل؟ إنها أكثر عاطفية وأفضل شخص رأيته في حياتي، كيف أحزنتها؟ وبدأ يصرخ ويضرب يده بالحائط، اليد التي كانت تسيء لزينب، وقال لها: هذا القلب سوف ينبض دائما لأجلك. ومر الوقت وعاد، ودخل خليل إلى غرفتها وكانت هي نائمة وكان بجانبها ويحاول أن يلمس شعرها، وقال: يوما ما سوف تنتهي كل معاناتك، سوف تنتهي قريبا، سأقول لك الحقيقة يا زينب، سوف تشعرين بالارتياح الشديد في تلك اللحظات وأنا كذلك. وجاء الصباح وبدأت زينب تستفيق، ولكن كانت تحلم بكابوس وكان يقترب منها وكان يقول لها خليل: زينب أنا هنا، أنت في أمان، لا تخافي، أنا معك. وبعدها استفاقت وقال لها: صباح الخير. قالت له: صباح الخير، لقد أنقذتني من كوابيسي. ثم بعد ذلك كان يقول بداخله: أنا هو الكابوس يا زينب، عندما تكتشفين ذلك هل يمكنك أن تبتسمي هكذا بوجهي؟ ثم شاهدت بعد ذلك على أن يديه مجروحة، قالت له: ما بها يدك؟ لم تكن هكذا في الأمس. قال لها: لا، كانت موجودة فقط، لم تلاحظي ذلك. وبعدها دخلت الممرضة وكانت تسأل عنها، ثم قالت لها: أنا بخير، ولكن هناك مريض آخر ويديه مجروحة، يجب عليه أن يضمدها. كان يقول لها: أنا بخير، لا داعي لأي شيء. ثم قالت له: ولكن يدك سوف تصاب بالعدوى، يجب أن تنظفها. وكانت بعد ذلك الممرضة تنظر إليهم وكانت تبتسم وتقول: لأول مرة أشاهد زوجين هكذا يخافون على بعضهم البعض. وبعد ذلك خرجت الممرضة وأتى الدكتور وكان يسأل عن حالة زينب. وكان بعد ذلك خليل يقول: أنا سوف أنتظر خارج الغرفة. وكان الدكتور يتحدث مع زينب عن حالتها. ومر الوقت وبعد ذلك اتصلت سلمى على خليل لكي تسأل عن حالة زينب، وقال لها إنها بخير الآن، كانت تريد أن تأتي إلى المستشفى. قال لها: لا داعي، سوف نعود للقصر. وقال لها: محتاج لكي أغلق الخط، الدكتور قادم لكي نتحدث. وكان بعد ذلك الدكتور يقول له: ما زالت غير قادرة على تخطي الصدمة، يجب عليها الابتعاد عن التوتر والحزن، إنها متعبة وسوف تظل كذلك لفترة من الوقت بسبب هذه الأحداث الأخيرة. لهذا كان خليل يقول في داخله: يعني إذا تعرضت لصدمات أخرى مماثلة لفترة من الوقت. قال له: نعم، سوف تتعرض لصدمة كبيرة بعد ذلك. ثم كان يقول: كل هذا بسببي أنا، من فعلت ذلك؟ وقال له: نعم، المشكلة هي في ما عاشته، إنها الآن ما زالت تشعر بنفسها تحت الأنقاض. كان يقول: كل هذا بسببي، كان يقول: يجب أن تبقى بعيدة وإلا سوف
تصاب بصدمة أخرى قوية. كان خليل يتحدث مع نفسه ويتوعد بأن لا تصاب بأي شيء بعد الآن، وقال للدكتور لا تقلق سوف أهتم بها وكل ما قلته. وعاد خليل إلى جانب زينب وكان يقول لها لقد تحدثت مع الدكتور، ثم بعد ذلك قالت له لقد تحدثت مع الدكتور أنا كذلك، حقا كنت بحاجة للتحدث مع شخص. وسألته ماذا كنت سوف تقول لي؟ قال لها أنا لا أعلم لقد نسيت. ثم قالت له زينب يجب عليك أن تقول لما ما بداخلك حتى تشعر بالراحة، لأن عندما نحتفظ بما في داخلنا يتعبنا أكثر. وقال لها حسنا عندما أتذكر أخبرك. وقال لها حسنا سوف نخرج وعندما تجهزين أنا هنا في انتظارك. وفي هذه اللحظات كانوا الجميع على طاولة الإفطار، وكانت جرهان تشعر بسعادة، ثم كانت تقول لها ما بك؟ لماذا أنت هكذا مبتهجة؟ وقالت لها لقد تحدثت مع خليل وقد أخبرني على أن زينب بحالة جيدة. وكانت سونغول تدعي عليها، ثم قالت لها جولهان لماذا تقولي هكذا على الفتاة؟ وبعد ذلك كان ألبر يقول بغض النظر عما تفعله تلك الفتاة فهي ستقول لي يا خليل. وكانت سونغول تقول خليل دائما ما يعرض حياته للخطر من أجل تلك الفتاة، ألا تلاحظين هذا يا جولهان؟ وكانت جولهان منزعجة من كلام سونغول. وفي هذه الأثناء كانت زينب تجهز أغراضها لأجل الذهاب، ثم أتى خليل وقال لها ماذا تفعلين؟ قالت له أجهز أغراضي. قال لها لا مستحيل لن تفعلي أي شيء. قالت له إنها ملابس قليلة. قال لها لن تفعلي أي شيء، الدكتور لديه تعليمات صارمة لأنك مريضة ولا تحتاجي أن تفعلي أي شيء، هيا دعيني أنا أفعلها. وكان خليل هو من يطوي الملابس، وكانت زينب تنظر إليه وتبتسم. وبعدها كانت زينب سوف تقوم وقال لها انتبهي ربما سوف تسقطين، قدماك ما زالت مريضة ربما قد تسقطين. وأخذها من خصرها وكان قريب منها. وكانت زينب تقول بداخلها لماذا أنت متحمسة يا زينب؟ وكان خليل يقول بداخله العواصف تهب بداخلك يا زينب. وكانت زينب تنظر إليه وتقول لماذا ينظر إلي هكذا؟ وكان خليل يقول عيناك واضحة كما نظرت إليك في المرة الأولى ناصعة، ماذا لو تغيرت تلك النظرات عندما تعلم الحقيقة يا زينب؟ وكانوا في طريقهم للقصر، وبعد ذلك كان هناك مطب على الشارع، وبعدها اصطدمت السيارة بشيء، وكانت زينب تشعر بالخوف الشديد وارتعبت. وكان خليل ينظر إليها ويمسكها بيديه، وكانت زينب تزيد من التوتر عندما يمسكها خليل. كانت زينب تخاف وتتوتر وتشعر بالإثارة لأن خليل هو من يمسكها، ولكن ليست خائفة من شيء. وبعدها قال لها قولي لي يا زينب هل أنت بخير؟ ما بك؟ قالت له أنا بخير. قال لها أخبريني الحقيقة، هل أنت بخير؟ إذا حدث لك أي شيء. وكان يقول لها إذا كنت تريدين نجلس هنا لاستراحة. قالت له لا لا شيء أنا بخير لا تقلق. كان ينظر إليها وهي تنظر إليه كيف يتعامل معها، وقال لها هل سوف تقولين لي شيء؟ قالت له لا فقط إنهم ينتظروننا وجدتي سوف تكون قلقة. وذهبوا بعد ذلك وصلوا إلى القصر، وكانت زينب لا تستطيع المشي بمفردها وأمسك بخصرها. خليل دائما ما يحب أن يمسك زينب من خصرها. وبعد ذلك دخلوا إلى القصر واستقبلتهم سلمى. وبعدها كانوا في الحديقة، وكانت الجدة تنظر إلى تلك الزهور التي تفتحت، وكان خليل يتحدث مع زينب ويقول لها يجب عليك أن ترتاحي الآن. قالت له أنا لست معتادة على الراحة والجلوس، أنا أحب التنقل وأخرج لأي مكان. وبعدها كان خليل يقترب من زينب لكي ينتزع منها ورقة من الأشجار، وكانت زينب تشعر بالخوف. قال لها فقط ورقة. وأتت الجدة وكان يقول لها ما رأيك أن نأخذ شيء البابونج ونأخذ قسط من الراحة؟ وكانت زينب عنيدة. ثم بعد ذلك كانت الجدة تنظر إليهم وكانت تقول آه يا سهري إنها فكرة جيدة. وبعد ذلك أخبرها خليل بأن تقوم بفعل ذلك، وكانت زينب تنظر إليه ولا تريد أن يظل بجانبها. كان يقول لها أنا سوف أكون هنا دائما في انتظارك. كانت زينب تبتسم وكانت ذاهبة وكانت تشعر أنه سوف يلحق بها، وقالت له أنا بخير لا بأس. ومر الوقت، وفي هذه الأثناء كانت العقربة سونغول تجلس في الصالة وهي تتأمر على زينب، وقالت لها هيا أين أنت؟
كل هذا الوقت لكي تحضرين كأس من الشاي. ثم أتت زينب وكانت مريضة، كانت بالكاد تصل إليها، ثم قالت لها أخيرا وصل الشاي، أساسا سوف يصل باردا. ثم بعد ذلك وضعتها على الطاولة وقالت لها انتظري الطاولة، ألا ترينها أنها فيها غبار؟ ثم بعد ذلك قالت لها هيا اذهبي ونظفيها. وذهبت زينب وأتت لكي تنظف الطاولة. وبعد ذلك أتى خليل وكان غاضب جدا، وكان يقول ماذا يحدث هنا؟ واقترب منها وأخذ منها تلك المناديل وقال لها أنت للتو خرجتي من المستشفى، اذهبي إلى غرفتك لكي ترتاحي. وبعدها كانت تقول له سنقول أنت اعتدت لكي توبخني أمام الخدم، إنها مثل كل الخدم هنا في القصر ويجب عليها أن تشتغل ولا يجب عليها الاسترخاء هكذا. قال لها أنا أقرر ما أفعل. وقال لها لا كلام فوق الكلام الذي قلته، انتهى الحديث وذهب وتركها. وبعدها أتى ووجد زينب ما زالت هناك، ثم قال لها زينب لماذا أنت هنا؟ لماذا لم تذهبي لكي ترتاحي في غرفتك؟ قالت له أنا كنت أريد أن أشتغل قليلا، ولكن خالتك أو عمتك كانت تقول كلمات يعني بشكل خاطئ، ولكن هي تقول الصحيح، فأنا هنا مجرد خادمة، فلا داعي بأن تتشاجر مع عمتك من أجلي. وبعد ذلك تركته وذهبت. وكان خليل يتحدث مع أسو وقال لها أريد الجميع هنا في الصالة. وبعدما اجتمع الجميع في الصالة كان خليل ينظر إلى زينب وقال لها هيا تعالي. اقتربت بجانبه وبدأ يقول بعد الآن لن تعود زينب، هي خادمة في هذا القصر. ونظر بعد ذلك خليل إليها، كان جميع مصاب بالدهشة. ثم بعد ذلك قال لها إذا كنت تريدين هذا أنت كذلك فلن تكوني مجبرة على خدمة أي أحد هنا في هذا القصر، وأريدك أن تكوني خادمتي الخاصة. كانت زينب مندهشة من تصرفات خليل وكانت سعيدة وتبتسم، وأعاد لها كرامتها أمام الجميع. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد، وأرجو منكم أن تتفاعلوا مع الحلقة لكي أستمر مع ترجمة المسلسل، وشكرا.